ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. عارف اني غبت غيبة طويلة، بس ايه، نرجع تاني. بخصوص الناس اللي راهنت عليا ان انا اتحرقت او ان انا صديت او ان انا بلعت او ايا يكن. بعيدا، هو باكوز مش هو اللي حشدني، تمام؟ ده النرم صقر هو اللي حشدني، مش باكوز خالص، تمام. تاني حاجة، الحشد ما كان عنيف بطريقة غبية. يعني انا ما كنتش، يعني من الاخر كده، ما كنتش فاضي ان انا احشد بقى واتحشد والكلام ده. المهم، اتحشدت وفعلت حمى وعملت الدنيا وظبطت الدنيا، بس عشان حشود الميكس بتكون اغبى حشود عرفتها التاريخ، مع الترصيع والاثار وبتاع. يعني ما شاء الله، معدات باكوز عاملها 15، تمام. ف 15، لك ان تتخيل بقى خبطة منه، تمام، هيعمل فيك ايه، تمام. فطبيعي ان انا اتحرق. بس الفكرة هنا ايه؟ الفكرة هنا، تعالوا نشوف التقرير واشرح لكم. طيب، مبدئيا كده، اللي هيشوف التقرير ده هيقول ده عمل منك بطاطس محامير، تمام. طيب، انا صده صح ولا غلط؟ انا صده صح. هتقول لي صده صح وولعت ازاي والكلام ده، هقول لك انا ازاي ولعت. اولا، عدد جيش قليل، تمام. تاني حاجة، حشود الميكس، انا قلت لكم ان حشود الميكس بتعمل ميني كاونتر على التي 2. يعني انا ما عنديش تي 2 وعندي بس تي 4، مش هيولعني، تمام. تاني حاجة، النسب دلوقتي بقت غبية، يعني إجباري هتولع، إجباري إجباري هتولع. عملت بقى، اتشقلبت، اتدحرجت، بص، عملت سحر كل اللي انت تتخيله على الفاضي، تمام، مع النسب. فمش هتقدر تصد ولا تقدر تبلع ولا الكلام ده، يعني تمام. يعني حشت من باكوز ضد واحد مثلا 70 مليون جيش ممكن يولعه عادي. صقر النرم مش حاطط وحش فرسان. يعني هو لو كان حاطط وحش فرسان كان قلب الموضوع كله، يعني كان دشملني دشملة فظيعة. هو شبه حاشد 992، يعني بصوا، مزود، حاطط وحشين مشاة، لان هو طبعا اهم حاجة عنده الضربة الاولى، تمام. تاني حاجة، اللي حاطط وحش الرماة، درع الرماة، الرماة اصلا بتاعته ما اتدخلتش في المعركة لان الفرسان خلصت كل حاجة، تمام. وحاطط العنكبوت والتنين. هو المفروض يستبدل العنكبوت، تمام، بوحش الفرسان اللي هو ده. كان الموضوع هيتقلب 180، كان ده شملني اكتر ما كده. يعني بص، انا حاطط على الجدار ايه، حاطط على الجدار وحشين مشاة، وحش الدرع والوحش ده، وحاطط وحش فرسان والوحشين دول. يعني انا مش حاطط ليه وحش رمال، لان انا مبصدش مصفوفة رماة. لو هنبص على التي 5، هتلاقي التي 5 عنده عالي، تي 5 عالي، ده طبيعي لازم اولع. هتشوفوا هنا، هتلاقوا ان الرماة بتاعته التي 4 بس اتدخلت بسيط، يعني ها كده. الفرسان بتاعته هي اللي عملت الضرر كله. يعني الفكرة كلها ان الفرسان بتاعته هي اللي عملت الضرر ده كله، والمشاة برضه نفس الكلام. بس بص، لو تاخدوا بالكم، انا اللي انضر عندي التي 2، التي فور اتلمس بسيط. يعني انا لو كان عندي مثلا التي فور عالي، كان زماني مولعتش، لانه هو خلاص خبط بس شوية في التي فور، هو ده اللي خلاني ايه، ولعت. هوريكو حشد لميرون. حشد ضحك، تمام. ايه الحشد ده؟ هتفهموا الحشد. بصوا، خدوا بالكم، ميرون أقوى من الواد ده، ماشي. ميرون أقوى منه، ووحوشه، يعني شايفين وحوش لف 5 ماكس، وده وحوش يعني لف 4 ولف 3. تخيلوا إن ميرون خسر. هتقولي ميرون خسر إزاي؟ هقولك، مش عشان العدد، عمر العدد ما يكون سبب في الخسارة. بصوا، السبب هنا ان ميرون حاشد غلط، كان حاشد كومب غلط اصلا. يعني معلش، انا واحد
شايفه المشاة بتاعته قليلة أدخل عليه برماية قليلة ازاي؟ بس فالموضوع الموضوع غبي يعني، الموضوع غبي مش بس النسب ولا الكلام. طب يا شباب ده كان الفيديو بتاع النهاردة، وبإذن الله في شروحات جاية كتير. تمام، والمزارع بعد ما ولعوني فرحوا وعملوا المنشن في الجروب وزاتوا، بس انا متوصليش اشعارات اللاين. صباح الفل، وهنزل عليك يا باكوز، واخد بالك، هنزل عليك هطلعك عجايب. عارف ان دي وسعت مني، بس انا قد الموضوع ده. سلام. انا يتعامل معايا كده؟ انا تيجي من شوية عيال مصدية يجي سؤال عليا على الطلاق ما اخليها. لقد كفر ابن ده سعد الدين الهلالي. كفر كفر ابن احا بقى يا اخي، احا بقى، احا 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 احا، ما تشوف لنا حد يا عم اذكى شويه يا عم. من هنا، من ميدان، من وسط مدينة نيويورك، مدينة منهاتن، من على بعد دقايق من بيت ترامب يا ولد المدينة. تعالنا اهو، فوق يوكم، تعالنا اهو انجليزي وعربي اهو. بيننا لا نخشى الا الله يا ولد. احنا لسه فينا الوعي. كملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحلة دي ما تكملش. I am you.